خلينا ناخد مداخلة كمان من شخصية كانت مؤثرة، ويمكن زي ما بنقول التحديات اللي بجد كانت مع دكتورة نجلاء أنور مصطفى اللي كرمها السيد الرئيس، أيضا كانت وزيرة التعاون الدولي سابقا، اسمها نجلاء الأهواني، دكتور نجلاء أنور مصطفى الأهواني طبعا، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كبير الاقتصاديين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، مثلت مصر في عديد من المؤسسات الاقتصادية. مساء الخير يا دكتورة أو سيادة الوزيرة. أهلاً يا دكتورة. أهلاً يا دكتورة. معانا في الأستوديو. كويس حضرتك عرفتني، معانا دكتورة منى الصبار. على طول. بتشوف حضرتك على طول. بتحييكي وألف مبروك لحضرتك وفخورين بيكي. الله يبارك فيك يا فندم، ميرسي قوي. إمتى تبلغتي بالتكريم يا دكتور؟ أنا تبلغت الأول بالحضور الحفلة نفسها من حوالي 10 أيام، جريا على عادة إن في كل سنة الاحتفال بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات بندعى إليها. وبعدين تبلغت بالتكريم نفسه يعني يمكن 3 أيام قبل التكريم نفسه. تأثيره على حضرتك كان إيه؟ ووقعه على كمان الناس اللي حواليك اللي يمكن مرت معاك بكل هذه الرحلة؟ والله تأثير التكريم بالنسبة لي أنا الحقيقة يعني شعرت بفخر واعتزاز كبير وبسعادة كبيرة، لأنه الواحد يمكن حصل له كذا موقف تكريم قبل كده من جهات متعددة، لكن طبعا لما التكريم ده بيجي من بلدي ممثلة في أكبر شخص لها وهي رئيس الجمهورية، طبعا بيبقى لها طعم آخر. يعني أنا في سبتمبر اللي فات حكومة فرنسا كرمتني بأنها منحتني أعلى وسام عندهم اللي هو بيسمى بالليجيون دونير، وطبعا كانت يعني تكريم جميل من حكومة فرنسا، وعملوا حفلة كبيرة في سفارة فرنسا ومنحوني الوسام وكل حاجة. لكن طبعا لما بيبقى التكريم بيجي من بلد الواحد و ممثل في شخص السيد رئيس الجمهورية، طبعا دي بيبقى لها وقع آخر على النفس، وبتبقى مشاعر مختلفة من السعادة والشعور بالفخر. يعني نجلاء الأهواني، خليني أسأل حضرتك وقت التكريم بالضبط إيه أول حاجة جت في بال حضرتك؟ إيه أول حاجة افتكرتيها من المصاعب اللي مرت بيكي أكيد في السنوات الماضية؟ يعني التنهيدة كبيرة مش كده ولا يا دكتور مرة؟ التنهيدة كبيرة قوي. هو مشوار طويل اصله طبعا. لا يعني هي مش مصاعب حضرتك قدر ما هي بتبقى تحديات بتواجه الواحد في حياته. يعني اقدر اقول لك انه بدءا من العمل الاكاديمي نفسه، لان انا طول عمري استاذه في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه في جامعه القاهره، وعشت حياتي كلها الاول حياه اكاديميه خالصه في الجامعه، وكان يمكن تحدي كبير بالنسبه لي هو انه ازاي انا كاستاذه اعمل فرق بالنسبه للطلبه، ازاي يبقى لي قيمه مضافه، ازاي ما يبقاش مساله تلقين حرفي كده للطلاب، ازاي تحفزيهم على يبقى في تفكير حر وتفكير نقدي، وازاي يتفاعلوا معاكي. والحقيقه الحمد لله ربنا وفقني في ان انا طول عمري لما كنت في الجامعه ولا زلت يعني فيها الان، انا بعشق التدريس، وبالتالي كان دايما أهمني إنه زي ما تقولي أعمل فرق في التدريس مع الطلاب. خليني التحدي بقى تسألي حاجة يا دكتور، هو لما اتنقلنا للعمل العام، لأن أنا بعد ثورة 2011 مباشرة طلب مني إن أنا أعمل كمستشار اقتصادي ومدير مكتب الفني لرئيس الوزراء، فاشتغلت يمكن 3 سنين مع أكثر من رئيس وزراء في هذا الوقت. طبعا. وكان يمكن تحدي بالنسبة لي أنه عارفة ما بتتنقلي بقى من الحياة الأكاديمية البحتة إلى المطبخ التنفيذ بقى أرض الواقع، يعني قصة تانية يعني. وبعدين مش أي وزارة، وزارة التعاون الدولي أكيد من أصعب وأهم الوزارات. دكتورة منى حابة توجه لحضرتك سؤال. لا هو مش سؤال، هو اقتراح. أيوة ريت. هو يا دكتورة عايزين نتجمع 10 ستات ونعمل حاجة مفيدة.
قوي يا ريت طبعا. طب يلا دعوه من مساء الخير للعشر يعني رائدات والمكرمات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هم يعملوا عمل يجمعهم جميعا لصالح مصر. بالظبط. اكيد اكيد ان شاء الله طبعا إن شاء يعني الله. اي حاجه في صالح البلد نعملها يعني ان شاء الله. شرفتينا ونورتينا وفخورين بحضرتك وسعداء وان شاء الله الى مزيد من التكريمات والتقدم. دكتوره نجلاء الاهواني بشكر حضرتك جدا.